الحمد لله جلة الحنفية العظيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالجلة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الجلة فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، ما زلنا في موضوع الإعجاز العلمي، أو بالأحرى العجز العلمي الموجود في القرآن وأقوال نبي الصحراء البصمجي. وفي هذا المقطع سوف أناقش أحد هذه الادعاءات، وهي الموجودة في سورة الأنعام آية 125، والتي تقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويدعي مدعو الإعجاز العلمي أن هناك إعجازا علميا في هذه الآية، حيث أنه يقول يصعد في السماء، وهذه الكلمة التي يركزون عليها ويدعون أنها تمتلئ بالإعجاز العلمي. فدعونا طبعا، إذا ذكر الإعجاز العلمي لابد أن يأتي إلينا الحاج زغلول فشار، لأنه هو من أحد كبار المروجين لهذه البضاعة الفاسدة المدعوة بالإعجاز العلمي. فدعونا نستمع لما يقوله زغلول الفشار عن الإعجاز العلمي الموجود في هذه الآية، ثم نعلق عليه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أخيرا برز فرع من أفرع الطب، سمى طب الفضاء. طب الفضاء يقول، قبل ما نستمع طب الفضاء بيقول إيه، طبعا هذه أضحوكة، لان مفيش حاجه اسمها طب الفضاء. يعني انا اتحدى اي حد يجيب لي فرع علمي اسمه طب الفضاء، او اي حد من اللي دخلوا كليه الطب درس بعد ما خلص كليه الطب تخصص في طب الفضاء. مفيش حاجه اسمها طب الفضاء. واذا كان اذا كنت عايز او بتتخيل انت، يعني لان طبعا ما اعتقدش ان حد من اللي بيسمعوني اشتغل في ناسا قبل كده، او اشتغل في اي وكاله من الوكالات الفضائيه. اذا كنت انت بتتخيل بتفكير بسيط ان طالما في وكالات فضائيه وفي رواد فضاء يبقى لازم يكون في طب فضاء، الكلام ده مش حقيقي، لان معظم هذه الوكالات بتعتمد على فريق طبي كامل. يعني اذا شفت مثلا دوكيومنتري او حاجه عن ازاي بيعدوا رائد الفضاء، وازاي بيجهزوه، وازاي بيبقى في فريق طبي يشرف على تجهيزه، بقى في فريق طبي متكامل، يعني من اول الفاميلي ميديسن او الانترنال ميديسن، الطب الباطنه، لحد طب الجهاز العصبي وطب القلب وكل هذه التخصصات الدقيقه. لكن ما فيش تخصص اسمه طب الفضاء. فطبعا كعادة زغلول الفشار، طالما هو قاعد بيكلم ناس مش فاهمه حاجه بيقعد يفتي ويهري عليهم، ومحدش دريان بحاجه. يعني حد هيرجع يراجع ورا مثلا يشوف حاجه اسمها طب الفضاء، ولا بيدرس فين طب الفضاء ده؟ ف يعني بدايه القصيده كفر يعني. بس خلينا ايه نستمع الى ما في جعبته. إذا ارتفع الإنسان فوق 25,000 قدم دون حماية من قلة الضغط وندرة الأكسجين، يموت في الحال. ليه؟ تتوقف أجهزته، الجهاز العصبي، العقل، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، كل هذا يتوقف ويختنق الإنسان وينتهي. الغازات في جسده، في سوائل الجسد، في خلايا الجسد، في الرئتين، تبدأ تفور وتغلي نتيجة لخفة الضغط، فتنفجر هذه الأوعية كلها، ويتعرض الإنسان إلى حشرجة في الصدر، يعني تشبه حشرجة الموت. ده في البداية. فطبعا بيقول لك ايه طب الفضاء ده اللي محدش عارف هو بيدرس فين، او ما يعني ما هو طب الفضاء. اكتشف مؤخرا ان اللي بيطلع فوق 25 قدم بيموت. طيب ايه سبب الوفاه عم زغلول طالما انت عارف كل حاجه؟ قال لك ان يتوقف القلب، ويتوقف الجهاز العصبي، ويتوقف الجهاز التنفسي، ويتوقف المخ، والغازات اللي موجوده في سوائل جسم الانسان تفور وتغلي وتنفجر. طيب عشان برضو ايه ما نبقاش بنتكلم كلام زي الحاج زغلول، في لينك هحطه على صفحة في ويكيبيديا بتتكلم عن الارتفاع، اسمه The Effect of High Altitude on Humans.
في جزء هنا في اسمه ديث زون. الديث زون ده او اللي هو منطقة الموت ده كونسبت قاله واحد من الاطباء السويديين اسمه ادوارد ويس دونانت. هو اللي قال ان على ارتفاع 26,000 قدم او 8000 متر هذه المنطقة اسمها الديث زون. ليه بيحصل فيها الموت؟ لان كمية الاكسجين بتبقى قليلة جدا. بيقول كمية الاكسجين ما بتبقاش sufficient او مش كافية عشان تسستين او تحافظ على الهيومن لايف، على حياة الانسان. فنتيجة ذلك بيحصل ان الاكسجين بيقل جدا. لما الاكسجين بيقل جدا كمية الأكسجين الإنسان محتاج إن هو يتنفسها عشان تتحمل على أجزاء الهيموجلوبين وتوصل هذا الأكسجين للمخ ولباقي الخلايا اللي بتتغذى على الأكسجين، بتبقى قليلة جدا. فبيحصل هبوط في كل هذه الأعضاء الحيوية والوظائف الحيوية بتقل جدا. وبعد كده الإنسان بيبتدي يدخل الأول في مرحلة إغماء، وبعد الإغماء بيحصل loss of vital functions، يعني العمليات الحيوية بتتوقف نتيجة قلة الأكسجين، وبعد كده بيؤدي هذا الموضوع إلى الوفاة. لكن ما قالش أبدا إن نتيجة خفة الضغط، يعني الكلام ده مش حقيقي، إن على ارتفاع 25,000 قدم ما قالش إن خفة الضغط بتخلي السوائل تغلي وتفور. وإلا كان الناس اللي ماتت مثلا على قمم جبل الهيمالايا، أو في هنا كمان برضو لينك هبحطه من صفحة إخبارية اسمها نيتشر وورلد نيوز. الكلام المقال ده كان مكتوب في أكتوبر 9 أكتوبر 2015، وبيحكي على خبرات الناس اللي كانوا بيتسلقوا قمم جبال زي قمم جبال الهيمالايا، وإيه اللي كان بيحصل لهم، وكانوا بيعملوا إيه عشان يقدروا إن هم يتفادوا الموت على هذه الارتفاعات العالية جدا. وقال ان على معظمهم بيستعمل سبلمنتال اكسجين، يعني بيبقى معاه تانك اكسجين زي اللي بياخدوه ينزلوا بيه الميه الجماعه الغطاسين، بياخدوا معاهم تانك اكسجين عشان يبقى سبلمنتال بدل الاكسجين القليل اللي في الجو. لو كان الكلام اللي بيقوله حقيقي الكابتن زغلول كان الناس دي حتى بالسبلمنتال اكسجين ماتوا برضه، لان كده الغازات اللي في جسمهم هتغلي وتفور وتنفجر. لكن ده مش حقيقي، يعني الناس بتتسلق هذا الجبل وبيبقى عندهم معاهم سبلمنتال اكسجين وبيعيشوا، يعني مفيش مشكلة. فهبقى احط اللينك برضو يعني للي عايز يشوف هذه المعلومات. فحتى الآن كابتن زغلول الفشار ما قالناش أي إعجاز، ولكن كل اللي قاله هو مجموعة من الهراء والفساء العقلي أو حاجات اخترعها الطب الكوني والطب الفلكي وفوران الغازات والغليان والكلام الفاضي ده كله. طيب يا عم فين هو الإعجاز؟ خلينا نستكمل مع كابتن زغلول. موت ده في البداية. في البداية في البداية نعم في البداية نعم. والقرآن يفسر هذا تفسيرا رائعا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كما تفضلتم يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه احد يدري هذه الحقيقه، ولم يكن هناك من يقر ان يخوض في هذه القضايا، ولولا ان الله تعالى يعلم بعلمه المحيط ان الانسان سيصل الى هذه الحقيقه في يوم من الايام، يعني اورد هذه الحقيقه لكي تبقى في كتاب الله شهاده صدق على ان القران الكريم كلام الله، وان هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان مرسولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والارض. طيب فطبعا هنا ايه يعني قال لك ازاي بقى ما حدش كان يعلم هذه الحقيقه، حقيقه الطب الكوني وان الانسان لما بيصعد في على ارتفاع 25,000 قدم بتفور الغازات وتغلي وتنفجر ويبقى الموت محقق، وما حدش كان عارف الحاجات دي في الزمن بتاعه. فهو الاله حطها في القران عشان يبقى تبقى دليل على ان الناس لما تعرفها بعد كده تبقى تعرف ان في اعجاز علمي. طيب اولا طبعا الكلام اللي قاله كان كلام فاضي. الحاجه الثانيه، ليه لما الموضوع دقيق بالطريقه دي والاله يعني بيحط معلومات دقيقه عشان في المستقبل لما الناس تعرفها تقول الله اكبر، يعني كان هناك اعجازا علميا في هذا الكتاب المكتوب من 1400 سنه بواسطه رجل بصمجي، فليه ما قالناش 25,000 قدم بالتحديد زي ما بيقول زغلول الفشار؟
يعني الكتاب بيقول لك كأنما يصعد في السماء، ما تفهمش فين السماء دي وهيصعد فيها ازاي، لكن ما فيش يعني. طب ليه ما قالناش معلومات دقيقة كهذه؟ يعني قال لك مثلا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طب وبعدين ليه ما قالناش بقى 25 ألف قدم ولما يصعد الغازات تغلي وبتاع؟ يعني الكلام ما كانش هيكلفه، عشان الناس اللي بيقعدوا يقول لك القرآن مش كتاب علوم وبتاع، هو اللي حط نفسه في هذا المأزق. يعني هو اللي اتكلم عن الكلام ده، إذا كان الكلام حقيقي هو اللي حط نفسه في هذا المأزق. فبيقول لك لا مش هيقعد يشرح ولا يعني سطرين سطرين بس، يعني يقول لنا سطرين زيادة بعد كأنما صعد في السماء، لأن التصاعد في السماء على بعد 25 ألف قدم من سطح البحر يؤدي إلى فوران الغازات وغليانها وانفجار الأوعية الدموية وتعطل القلب والمخ والتنفس كما ذكر لنا زغلول النجار. سطرين بس كان شرحهم والموضوع خلص، وكنا احنا كده خلاص يعني اتاكدنا ان هو فعلا بيتكلم كلام علمي. لكن كل اللي قاله انه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فين المعلومه؟ ما فيش معلومه. طيب هل بقى الكلام اللي قاله زغلول النجار ده، هل هذا ما كان يقصده كاتب القران؟ اذا كان هذا ما يقصده، كان المفسرين الاوائل شرحوا لنا ان هو يقصد شيء احنا مش فاهمينه مثلا. وهنا ياتي سؤال اخر. في واحد في مره كاتب مقال، برضه هبحط المقال ده، بيقول لك هو مسلم بالمره، مسلم وبيدافع عن القران يعني، لكن بيقول لك ان الجماعه بتوع الاجاز دول يعني بياخدوها للنكست ليفل، يعني يعني الكلام ده كلام فاضي، وان هم بيتهافتون على هذه الاقاويل. وقال ان في الشرح بتاعه بيقول، يعني الكلام منطقي، بيقول ان التشبيه في اللغه، لما حد كان يقول تشبيه واستشهد ببعض التشبيهات اللي كان بيقولها بعض الشعراء، ان لما واحد كان عايز يشبه للناس حاجه حلوه بحاجه كويسه، يعني حاجه بحاجه كويسه، فكان بيجيب لهم حاجه هم يفهموها عشان يفهمهم. يعني مثلا يقول لك ايه في بعض التشبيهات، قال لك ان الانسان عايز يشبه الانسان مثلا هو شجاع، فبيقول لك شجاع كالاسد. لازم الناس المتلقين يكونوا عندهم معلومه ان هو ان الاسد شجاع، او ان الاسد ملك الغابه، فلما يقول لهم هذا الرجل كالاسد، ما الناس ما تقعدش تفكر كالاسد في ايه؟ لا، إن لما قال كالاسد فعند الناس التانيين المتلقين معلومه ان الاسد شجاع، فلما بيقول لهم الراجل ده زي الاسد فالناس بتفهم ان هو شجاع. عايز يقول لهم مثلا، وضرب مثل ان كان كمثل الحمار يحمل اصفارا. فليه بيضرب مثل الحمار؟ لان قال لك الحمار هو قوي البنيه ولكنه غبي او ما بيفهمش، فهو يحمل اصفار. فعايز يعمل تشبيه سيء، فبيشبه لهم التشبيه السيء، بيشبه لهم الحاجه دي بحاجه سيئه هم يعرفوها، فلازم يكون عندهم معلومه عنها عشان لما يتلقوها يعرفوا ان دي حاجه سيئه. لما تقول لهم فلان ده زي الحمار، مش بتوع تشرح للناس ليه زي الحمار، لان المفروض الناس يكون عندهم معلومه ان الحمار مثلا غبي. لكن لما يجي القران يقول للناس حاجه هم مش فاهمينها، يعني لما يقول لهم كانما صعدوا في السماء، طب ما حدش سال مثلا يعني ايه يعني صعدوا في السماء؟ ما هم ما كانش عارفين المعلومه دي في وقتها، فهل بيضرب لهم تشبيه بحاجه هم مش فاهمينها؟ يبقى ده قصور لغوي. وان كان عايز يقول معلومه كان حطها بين قوسين وقال لهم يعني المعلومه دي انتم مش هتفهموها الا بعد كام سنه، طالما هو الاله اللي بيكلمهم فهو عارف ان بعد كام سنه، بعد 1400 سنه الناس هتكتشف حاجه، فكان قال لهم بعلم مسبق انا بقول لكم ان بعد 1400 سنه مثلا هتكتشفوا معنى الايه اللي انا كاتبها دي، كانما الصعد في السماء وهي فوران الغازات وبتاعه مش عارف ايه، وفي قوسين كده سطرين على جنب كنا فهمناها، وكان كده يبقى القران مش محتاج ينزل في كل عصر بشكل مختلف. لكن ما حصلش كده. دعونا نشوف التفسيرات الاوائل، تفسير المفسرين الاوائل، تفسير البغوي بيشرح لنا هذه الايه. بيقول لك ايه؟ فمن يرد، في البدايه قوله عز وجل فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اي يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الاسلام. ولما نزلت هذه الايه سئل رسول الله عن شرح الصدر فقال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح. قيل فهل لذلك اماره؟ قال نعم، الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. فهم بيسالوه يعني ايه انشرح صدره؟ فقال لهم اه يعني يعني كان في بقى نور دخل في قلبه وصدره اتفتح للاسلام وبتاع، وهل في علامه على كده؟ قال لهم اه طبعا، اللي هو ايه؟ الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت. وهنا في مأخذ كبير جدا. الآية نفسها يعني الناس بيروحوا ماسكين في الحتة الأخرانية دي، لا كأنما صعدوا في السماء وقعدوا يألفوا عليها كتير. لكن الآية نفسها آية إجرامية. ليه؟ يعني بيقول لك اللي ربنا عايزه، من يرد الله، اللي ربنا يريد أن يهديه للإسلام.
يشرح صدره للإسلام ويفتح قلبه للإسلام. يعني الموضوع يتوقف عليه إرادة الله، لا يتوقف على إرادة البشر. فالإنسان اللي الله شرح صدره للإسلام ده ملوش الفضل، الله هو اللي شرح صدره للإسلام. فليه ياخد أجر كويس؟ لأن ليه؟ لأن هو ما عملش حاجة كويسة، ده الإله هو اللي فتح صدره للإسلام. فهو ده كده يعني مفعول به. هو ما فتحش صدره للإسلام ولا حاجة، ده الإله هو اللي عملها. فإيه فضله؟ النقطة الأخرى بقى، وهي أسوأ من ذلك، ومن يرد أن يضله، الله يريد أن يضل شخص يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني الإله هو الذي أراد أن يضل هذا الشخص، فإيه ذنب هذا الشخص؟ يعني أنا ذنبي إيه دلوقتي إن أنا مثلا ما صدقتش الإسلام؟ إله كده بحسب هذه الآية، إلهكم أراد أن يضلني، هو اللي عايز يضلني، لأن هو في الأول أراد إن واحد يبقى مسلم وأراد إن التاني ما يبقاش مسلم، فالموضوع كله يتعلق بإرادة الله. فأنا ذنبي إيه؟ إلهكم ما أرادش إن هو يفتح صدري للإسلام، أراد أن يضلني، وعشان يضلني خلى صدري ضيقا حرجا كأنما أصعد في السماء. فأنا ذنبي إيه دلوقتي؟ يعني أنت ليه بتحاسبني في الآخر أنا ما قبلتش؟ الموضوع كله إرادة الله. فإن كان الله هو الذي يريد أن يضل العباد، ليه بيحاسبهم بعد كده؟ وفي الآخر تاخده تدخله الجحيم مثلا أو تدخله جهنم، طب ليه؟ مش أنت اللي أضلتني من الأول؟ وأنت ما أضلتنيش مثلا عشان أنا سيء؟ لا، قال لك من يرد الله أن يضله، يعني أنت اللي أردت إن أنت تضلني. يبقى مين المجرم هنا؟ أو مين المسؤول؟ مش أنت اللي أردت إن أنت تضلني؟ وأنت اللي ضيقت صدري عشان ما أقبلش الإسلام؟ فيعني قبل ما تقعدوا تتكلموا عن الإعجاز، اتكلموا عن المصيبة اللي في الآية الأول. ندخل بقى على موضوع الإعجاز. قال إيه المفسرين هنا في موضوع كان قال ابن كثير ضيقا بالتخفيف ها هنا وفي الفرقان، والباقون بالتشديد، وهما لغتان مثل هين وهين، لين ولين. حرج قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء حرجا، والباقون بفتحها، وهما لغتان أيضا مثل الدنف والدنف. وقال سيبويه الحرج بالفتح الصدر كالطلب ومعناه ذا حرج، وبالكسر الاسم وهو أشد الضيق، يعني يجعل قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه، وإذا ذكر شيئا من عبادة الأصنام ارتاح قلبه. يعني معنى الآية بفهم سيبوي، بفهم ابن عباس، إن الإنسان ده اللي هو الله، وبفهم الكلبي، إن الله اللي الله أراد أن يضله يخليه أول ما يسمع سيرة الإسلام دي صدره يضيق يبقى مش عايز يسمع، ولما يسمع سيرة الأصنام يرتاح وقلبه ينشرح. فليس لها علاقة لا بالأكسجين ولا بالضغط ولا بأي حاجة. هذا فهم الأوائل، ابن عباس ابن عم النبي، يعني أو اللي عم النبي، إذا يعني ده أقرب واحد ليه مفسر القرآن ابن عباس. حتى لو كان الناس مش هيفهموا، هل مثلا محمد، الناس قاعدين يسالوا محمد هو بيرد عليهم، هل لذلك اماره وهل لذلك مش عارف ايه، فهو بيقعد يشرح لهم يعني ايه، يشرح صدره. هل ابن عباس ما سالوش مثلا يعني ايه ضيقا حرجا؟ فقال له خلاص معلش الناس دي مش هتفهم، تعال انت بقى انا افهمك، اصل بعد 1400 سنه هيبقى في علم اسمه الطب الكوني، وفي العلم ده بقى هنعرف، هيعرفوا الناس ان الانسان صدره يضيق ان لما يطلع 25000 قدم ويحصل مش عارف ايه. ليه ما قالوش كده؟ ما قالوش، لانه ما كانش يعرف ببساطه. وكل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ادعاءات فاضيه. لكن ابن عباس قال لك اللي هو لما يسمع سيره الاسلام يشمئز قلبه، يتضايق يعني. ولما يسمع سيره الاصنام يفرح. نكمل في التفسير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الايه: فسال اعرابيا من كنانه: ما الحرجه فيكم؟ قال: الحرجه فينا الشجره تكون بين الاشجار التي لا تصل اليها راعيه ولا وحشيه ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير كأنما يصعد في السماء. قرأ ابن كثير يصعد بالتخفيف، وقرأ أبو بكر عن عاصم يصعد بالألف أي يتصاعد، وقال الآخرون يصعد بتشديد الصاد والعين أي يتصعد، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل الصعود المشقة. ومنه قوله تعالى: سأرهقه صعودا أي عقبه عقبة شاقة. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس: الرجس هو الشيطان.
فالحكمة من الموضوع يصعد في السماء دي اللي هو ايه؟ ان دي حاجة صعبة جدا. اللي بيصعد في السماء قال لك الصعود هو مشقة، واللي بيصعد عايز يصعد ناحية السماء دي حاجة شاقة جدا. يعني ما قالكش بقى يصعد جبل وبتاع، لا قال لك عايز يصعد للسماء، اللي ما تفهمش فين السماء دي، بس اللي هو ايه؟ مثلا السحاب اللي هو كان شايفه وفاكر ان هي دي السماء، فقال لك كأنما يصعد، يعني الموضوع هيبقى صعب عليه جدا، هو يقبل الإسلام كأنه عايز يطلع لحد السماء. بس هو ده اللي فهموه الأوائل، وهو ده اللي كان قصده في هذه الآية، وهو ده اللي قاله محمد، وهو ده اللي الناس اللي حواليه فهمته. ولو كان ضرب لهم تشبيه تاني غير كده ما كانوش فهموه، كان سألوه بقى يعني ايه، وهو يقعد يشرح لهم وبتاع، ولما سألوه راح قال لهم نفس الكلمتين الفاشلين دول. فين بقى الإعجاز؟ يعني الآية فيها جريمة، اللي هي الله يريد انه يخلص شخص او يقبل شخص الى الإسلام فيفتح صدره، ويريد ان يغلق صدر انسان او يبعده او يضله بحسب الآية، فيخليه صدره ضيقا حرج، يخليه ما يقبلش الإسلام خالص. فالموضوع كله هو جريمة الله، مش ذنب اي حد فينا. الحتة التانية، ودي بحاجة بتغفلوا عنها عقوق، الحتة التانية ان مفيش اي اعجاز في اي حاجة، هو الموضوع عبارة عن مش عارف، الموضوع هيبقى صعب عليك كأنك عايز تطلع الجبل بس، خلصنا، ولا عايز تطلع لحد السماء، ولا فيها بقى 25 ألف قدم، ولا غليان في الأكسجين، ولا مش عارف، ولا أي حاجة خالص، كلام فاضي. وهو الشرح أهو، والموقع ده في islamweb.net، هحط برضو اللينك بتاعه في تفسير البغوي، والكلام فاضي جدا وكلام تافه، ولا يوجد فيه أي شيء من الإعجاز على الإطلاق. يعني أين هو الإعجاز؟ مفيش إعجاز، هي مجرد تفاهات زي بقية التفاهات بتاعة الجنين وغيره وغيره من الادعاءات على وجود اعجازا علميا في هذا الكتاب. اسال جلدة الحنفيه الضلال عن الاسلام لي ولكم ايها الاخوه المؤمنون. اسال جلدة الحنفيه ان يجعل صدرنا ضيقا حرجا من الاسلام كانما نصعد في السماء. اسال جلدة الحنفيه الهدايه الى دين جلدة الحنفيه لي ولكم ايها الاخوه المؤمنون، واستودعكم في رعايه جلدة الحنفيه الى ان اراكم في مقطع قريب، وشكرا.